بينورني وشرفني في هذه اللحظات استاذ عمر البنومي الناقد الرياضي بوابة اخبار اليوم. يا عمر ازيك؟ اهلا، ازيك يا امير؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. نورنا عمر، ده نورك. نبتدي منين؟ نبتدي من اي حته؟ خلاص هي كلها بقت واحده دلوقتي اليومين دول. مفيش جديد يعني. اعتقد انه العالم كله بيتابع مستجدات كورونا فيروس، حتى في كره القدم بنشوف الانديه اللي بتعلن عن اصابات جديده او بتعلن عن اجراءات احترازيه او اجازات يعني او طرق برامج تاهيل للعيبه علشان فتره الاجازات المتوقع ان هي مش هتكون قصيره، واكيد هتاثر على المستوى الفني لكره القدم على مستوى العالم كمان. يعني اكبر الفرقه هتتاثر لحد اصغر فريق واصغر دوري موجود هيتاثر بفتره التوقف اللي احنا فيها دي. لكن في يعني جانب اخرى هيتم التاثر من خلالها، يعني بالتحديد فيما يتعلق بالجوانب الاقتصاديه للانديه مثلا، في تصورك ايه اللي ممكن يحصل؟ لا يعني هو الوضع لحد الان صعب بمعنى ايه؟ ان انت في المستقبل لسه مش عارفه. انه هل التوقف ده هو تعليق للنشاط لفتره قصيره ولا فتره طويله؟ عندك ميعاد هترجع تعيد حساباتك فيه وتهندل تاني امورك الماديه تحديدا في البطولات الكبيره، دوري ابطال اوروبا، دوري الانجليزي، دوري ابطال افريقيا، هنا كل الامور لسه مش واضحه. وبالتالي اقتصاديا اكيد في خسائر على الكل، على كل الانديه، في خسائر في الاعلانات وغيره وغيره على مستوى العالم في البطولات الكبيره كمان. فاعتقد ان الموضوع هيحتاج يعني نوع من اعاده النظر كمان من كل المؤسسات اللي بتشارك كره القدم في البطولات الكبيره والرعاه كمان. يعني اعتقد الوضع لا صعب صعب، والكره ما مرتش بالموضوع ده خالص. يعني احنا لو بنتكلم مثلا اخر فيروس او اخر حاجه حصلت تعمل مشكله زي دي كان 1918 تقريبا، الانفلونزا الاسبانيه دي، قبل ما يبقى فيه الكوره بشكلها الاحترافي اللي احنا فيه والعقود والالتزامات. فاعتقد انه الحدث ده هو جديد على الكوره العالميه. يعني ايه اللي حصل في التوقيت ده؟ لا، في التوقيت ده مات عدد كبير جدا من البشر بفيروس الانفلونزا الاسبانيه، والعدد اعتقد كان كبير جدا، يعني وصل لملايين من البشر. يعني طبعا ما كانش في تقدم في الطب ولا كان في اجراءات وقائيه بالشكل اللي احنا بنعمله دلوقتي طبعا، ونتمنى طبعا ما يوصلش حاجه الوضع في العالم كله لحاجه زي كده. نتمنى ان الامور تستقر وتهدى ويكون في علاج لفيروس كورونا وان الامور تعود لنصابها تاني، نستأنف حياتنا الطبيعيه مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عايز اخد رايك، انا عارف ان انت دايما مهتم بالاخبار العالميه فيما يتعلق مثلا بالدوري الانجليزي. لو تم الغاء الدوري هيبقى الموقف ايه؟ خصوصا مع فرقه زي ليفربول، يعني كانوا بقالهم 30 سنه بيحاولوا ياخدوا البطوله. يعني خلينا نقول كمان ان الحدث لانه جديد على الكره العالميه، اللائحه تقريبا ما فيهاش حاجه عن موضوع انه يكون في فيروس او وباء عالمي. لائحه الاتحاد الانجليزي فيها بس عن الحرب مثلا، عن الحرب، عن الاحداث الاقتصاديه الكبيره، الكلام ده كله، لكن عن وجود وباء دي مش موجوده. وبالتالي محتاجين طبعا ان رابطه الانديه هي اللي تقعد وتقرر، وده هيحصل. يعني اذا كان هو في تعليق لمده لحد يوم 3 ابريل اللي جاي، بعد قبل 3 ابريل طبعا هيكون في اجتماع لرابطه الانديه، وبناء عليه هتقرر ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل في الدوري الانجليزي. فاعتقد ان الموقف صعب كمان على مشجعين ليفربول، ده طبيعي. يعني لما تقعد 30 سنه مستني انك تاخد بطوله، وبطوله مش سهله، وكمان مقدم فيها اداء هايل جدا، وفجاه يقول لك لا هتتلغي. يعني شايف ان من العدل ان هم يدوا ليفربول البطوله ويختموا الموسم على كده؟ يعني ممكن لا ما نقدرش نقولها. يعني انا اعتقد انه الاقتراحات هتكون كتير. يعني هتلاقي اقتراحات من الانديه كتير، وكل نادي هيدور على مصلحته في الاول وفي الاخر، لانه كمان الخسائر كبيره بالذات في انجلترا. في اصابات في بعض الانديه، شفنا في ليستر سيتي، شفنا في بورنموث، شفنا في اعتقد ارتيتا مدرب ارسنال. يعني موضوع أدوي صعب، أدوي في تشيلسي أعتقد. فكده الموقف نفسه محتاج مراجعة شوية. أعتقد أن كل الأندية هترفض استئناف المسابقة، لأنه في أندية فقدت لعيبة هتضطر أنها تنتظر علاجهم من الفيروس. وفي نفس الوقت إحنا في فترة من دلوقتي ل 3 أبريل نتمنى أن ما يظهرش أي حالات تانية إن شاء الله، لكن هتلاقي هتسمع انه في نادي كذا في لعيب كذا، لانه كان الموضوع مش فكره انه اللعيب بيعمل ايه، لا هو دخل مكان، اتعشى في مكان، قابل حد. كمان اللعيبه بتتحرك كتير، انتقالات، سفر، الموضوع مش سهل يعني. فاعتقد انه ده هيخلي الانديه ممكن ترفض انها تستأنف المسابقه. في حاله استئناف المسابقات العالميه بشكل كامل، اكيد هتبقى محتاج فتره اخرى لاعداد اللاعبين للمشاركه في المباريات، دي مشكله اخرى. هي يعني مشكله كبيره، لان استعاده المستوى واستعاده معدل اللياقه البدنيه وحساسيه الملعب، عارف انت زي ما يكون لما الدوري عندنا وقف فتره وبعد كده رجع،
اللعيبه بتبقى مش يعني مش واقفه على رجليها طبعًا فنيا طبعًا. لانه فقد حساسيه الملعب اصلا. المنافسات نفسها استمراريتها مش موجوده. فاعتقد ان ده هياثر على مستوى الكوره على مستوى العالم حتى في اكبر الانديه. يعني في ممكن لعيبه احنا شفناها كانت مكسره الدنيا يبتدي لما يرجع تلاقي مستواها يكون اقل شويه. احنا شفنا حتى الاصابات اللي في يوفنتوس. رونالدو كريستيانو رونالدو موجود في حجر صحي اختياري لمدة 14 يوم في ماديرا في البرتغال. بعد ال 14 يوم بدون تدريب بدون أي نوع من أنواع الأنشطة اللي داخل الملعب اللي على أرض الملعب أعتقد الموضوع هيبقى صعب شوية. مش بقول إن كريستيانو رونالدو مش هيرجع لعيب هيرجع لعيب صغير بس في نفس الوقت لا المستويات الفنية هتتأثر. بدنية طبيعي. بدنية طبيعي لكن ممكن برامج تعمل بدنية جوه البيت حتى بشكل عادي لكن في نفس الوقت الحتة الفنية حساسية الملعب دي لما بتغيب بتاخد وقت على ما ترجع مش أي لعيب في فروق فردية بين كل لعيب والتاني. في نفس الوقت برضو التمرين الجماعي حاجة وإنك أنت قاعد بتمرن لوحدك في البيت دي حاجة تانية. فالرجوع مش هيبقى سهل بس يهمنا ان الدنيا ترجع يعني احنا يهمنا الكره ترجع باي شكل طبعا. بعد ما ترجع في ظروف افضل من اللي احنا فيها طبعا دلوقتي إن شاء الله. نشوف المستويات الفنيه يحصل فيها ايه ان شاء الله باذن الله. نتمنى السلامه للجميع ونتمنى ان الموضوع يبقى عباره عن اسبوعين بس ايقاف في مختلف انحاء العالم وبعد كده يرجع النشاط الرياضي في كل حته باذن الله بشكل جيد. عايز اتكلم معاك بقى شويه بخصوص الفترة السابقة بالنسبة للنادي الأهلي. خلاص الدوري توقف لكن النادي الأهلي قدم موسم ممتاز لحد إيقاف بطولة الدوري. تقييمك إيه سواء للجهاز الفني أو للمستويات اللي قدمها اللاعبين؟ يعني خلينا نقول إنه الأهلي خاض مغامرة شوية في بداية الموسم ده إنه بيتعاقد مع ريني فايلر مدرب سويسري مدرسة ما اشتغلتش في مصر أعتقد غير ثلاث مرات لو اتكلمنا في الزمالك كريستيان جروس وميشيل دو كاستال وفي النادي المصري ألين جيجر دول اللي اشتغلوا من سويسرا في مصر. فطبعا كانت مغامرة. بعد كده ثبت بعد نظر اللجنة الفنية أو لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي في اختيار فايلر وفي طريقه فايلر بقى في اداره الامور بعد كده. تفاجئت ان انت قدام مدرب متطور ومتعلم عنده يعني فارق كتير عن بعض المدربين الاجانب اللي دخلوا مصر وعن مدربين كتير موجودين في الدوري في الوقت الحالي. قدر انه بسرعه يتفهم طبيعه الكره المصريه في وقت برضه قياسي قدر يفهم طبيعه الكره الافريقيه قدر يقيم كل اللاعبين منح فرص لكل اللاعبين ودي ما بتحصلش مع اي مدرب. كنا دايما نشوف مدرب بيجي بيعتمد على 12 13 لعيب وبعد كده ممكن مع ظروف بقى اصابه غيابات يبتدي يدي مساحه لحد تاني لكن فايلر ما عملش كده بدا من الاول انه يدي مساحه لكل اللعيبه كان بيدرس المنافسين صح ولذلك كان هو عارف امتى بيدي فرصه لمين وقدام اي منافس يعني مش هيجي في ماتش صعب وهيجي يجرب حد لا هو بيبقى عارف هو عاوز ايه من الماتش ده. لما نتكلم عن الدوري الاهلي متصدر الدوري بفارق مريح عن اقرب المنافسين اعتقد انه نجاح بنسبه 100% تقريبا يعني لولا التعادل مع سموحه بس كان يبقى كمان 120% لكن هو بنجاح بنسبه 100% في الدوري. على مستوى افريقيا اعتقد انه فايلر قدم افضل اداء مع الظروف اللي حواليه لانه برضو مش عايزين نغفل حته الاصابات. تمام. يعني في عندك اكتر من لعيب اصيب، اللعيبه دي لعيبه مؤثره ولعيبه كان ممكن تضيف جدا لتشكيل النادي الاهلي ولقوه النادي الاهلي والمستوى الفني. لو اتكلمنا عن محمد محمود واتكلمنا عن حمدي فتحي واتكلمنا عن اصابات راحت ورجعت وسعد سمير فاعتقد ان الوضع ما كانش سهل. لكن في افريقيا انك تقدر توصل كريم نيدفيد طبعا توصل سيمي فاينل وعلى حساب ميلودي سان داونز اللي هو بطل البطوله من سنتين ثلاثه على حساب نادي الزمالك فاعتقد لا ده انت يعني معاك مدرب قادر انه يستوعب فكره الكره في افريقيا عكس مارتن لاسارتي شويه كانت صعبه عليه ما قدرش انه يستوعب فكره اصلا النادي الاهلي ما كانش فاهمها قوي يعني هو ما يعرفش انه لازم يحارب على كل بطوله انا مش بكتفي ان انا خدت الدوري ولذلك فايلر خلص تقريبا خلص مهمته في الدوري اللي هو ماتشاته بيكسبها لكن تركيزه في افريقيا بشكل مختلف وحسن اداره فايلر للمباريات ظهرت قدام سان داونز ان انا قدرت اخد اللي انا عايزه وانا في القاهره ولما رحت بريتوريا برضو اديت بشكل كويس لولا انه في برضو فرص بتضيع كان ممكن تكسب ثلاثة وكان ممكن تكسب أربعة لو عدينا الفرص اللي انت ضيعتها هناك انت كان ممكن تكسب بنتيجة نتيجة مريحة كمان فده نجاح كبير جدا. انا برضو بحاول أأكد على نقطة انه مش فايلر لوحده اللي بيشتغل حل. الجهاز الفني اللي معاه في كابتن سامي قمصان طبعا والعنصر المصري اللي موجود في الجهاز مدرب على اعلى مستوى الحقيقه في ديفيد سيزا وميشيل يانكون في شعيب سيكوكو في توماس بينكل في مجموعه كل واحد فيهم عارف دوره. طيب هنتكلم باستفاضه في الجزئيه دي بس اروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل يلا بينا.
لسه مكملين مع ضيفنا العزيز عمر البنوبي الناقد الرياضي الكبير، وكنا بنتكلم قبل الفاصل بخصوص جزئيه الاهلي ومستويات المدير الفني اللاعبين على مدار الموسم الحالي. انا عايز اخد رايك والفرق ما بين لاسارتي السنه اللي فاتت والاهلي السنه دي مع فايلر. لا، هو في فرق جوهري كبير. انه مارتن لاسارتي كان مش مستوعب قيمه النادي الاهلي بالنسبه للكره المصريه والكره الافريقيه، وكان متخيل انه انا اخدت الدوري فانا كده عملت مجد كبير جدا ولابد ان انتوا تحترموا ده. انا احترم ان انت اجتهدت في انك اخدت بطوله الدوري، لكن في النهايه الاهلي ما ينفعش يخرج من بطوله افريقيا لانه بيبقى هدفه انه يحقق البطوله، وهي دي طموحاته وطموحات مجلس ادارته اللي هي بتتماشى مع طموحات الجماهير. جمهور الاهلي اتعود النادي الاهلي هو البطل في اي بطوله هو بيشارك فيها. لاسارتي ما كانتش واصله له النقطه دي، لكن الفرق الكبير بقى انه فايلر لا، هو فاهم النقطه دي قوي فبيتعامل معاها، حتى بيتعامل مع الاعلام وتصريحاته من المنطلق ده. تمام. وفايلر عنده نقطه يمكن ناس كتير ما تبقاش يعني واخده بالها منها، انها موجوده في مدرب اجنبي في مصر، انه الراجل بيقدر المواقف بشكل جيد وبيقدر يحترم الخصم بتاعه طول الوقت، سواء الخصم ده هيلعبه النهارده او ممكن مستقبلا يلعب. يعني مثلا في تصريحاته بعد صعود الاهلي والزمالك للسيمي فاينل في دوري ابطال افريقيا، فهو قال تصريح عبقري، قال انا فخور ان بلدي اللي هي مصر دلوقتي بيصعد منها فرقتين لسيمي فاينل افريقيا، وده دليل على تطور الكوره في مصر. فهو عارف هو بيعمل ايه، تصريحاته عارفه هي رايحه فين، مش بيقول اي كلام. لاسارتي كان بينفعل طول الوقت على الصحفيين بالذات في الفتره الاخيره له في المؤتمرات الصحفيه، عصبي شويه، ده ما كانش في مدرب بيبقى عصبي، في مدرب بيبقى عارف امتى يرد وامتى ما يتكلمش. فاعتقد انه فايلر لا، عنده نقطه ايجابيه اكتر بكتير فنيا كمان. اعتقد ان المستوى الفني وحتى تطوير بعض اللاعبين موجود في الوقت اللي فيه فايلر اكتر من وقت لاسارتي. يعني شفنا مستويات لبعض اللاعبين افضل، رغم برضو حته الظروف الخارجة عن إرادة المدرب، سواء بقى توقفات، أزمات إدارية عند اتحاد الكورة مثلا أو عند أندية أخرى، أو الوضع اللي احنا فيه دلوقتي والإصابات طبعا. لكن أعتقد أنه فايلر قادر شوية أنه يطور قدرات لعيبة النادي الأهلي، ودايما تلاقي فيه شغل جماعي. يعني شغل الجماعي اللي بيعمله فايلر واضح أكتر شوية من الشغل اللي كان بيعمله لاسارتي. هل شايف الأهلي وجد ضالته أخيرا في المدير الفني اللي كان بيفكر فيه أو بيحلم بيه أنه يكون متواجد ويقود الفريق الأول؟ طبعا، لأنه لو قارنا هنقول أنه من بعد مانويل جوزيه مفيش مدرب كان مقنع لجمهور النادي الأهلي قد رينيه فايلر. يعني رينيه فايلر لو حاطين السي في بتاعه جنب السي في بتاع مارتن يول الموضوع صعب. لكن لما تشوف إزاي رينيه فايلر قادر انه يستوعب قيمه النادي الاهلي، وقادر انه يطور الاداء، وقادر انه يحافظ على مكانه ويحافظ على مكانه النادي الاهلي، لا هو فارق عن مارتن يول كتير جدا بالنسبه لرؤيه الجماهير. يعني الجمهور لما بيقيم هيقيم رينيه فايلر احسن مليون مره من ما بيقيم وقتها مارتن يول. رغم ان مثلا مارتن يول خبراته في التدريب كبيره، راجل كمان سنا اكبر من فايلر واشتغل قبله بكتير، فخبراته في التدريب كبيره، حتى اسماء الانديه اللي هو دربها أكبر بكتير. لكن في النهاية مين اللي على الأرض هو اللي بيأدي، هو اللي بيعمل نتائج، وهو اللي الجمهور شايف إن هو ده المستقبل، هو رينيه فايلر. نقطة التعاقد مع مدرب سنه صغير دي نقطة ذكية جدا، تحسب للجنة التخطيط لكرة القدم والمجلس إدارة النادي الأهلي وللنادي الأهلي عموما. تمام. إنه الفكرة نفسها، ما أنا ممكن أجيب مدرب عبقري واسم كبير بس يكون كبير في السن شوية. المدرب لما بيكون كبير في السن شوية مهما كان قوي، وموجود جوزيه مورينيو دلوقتي كان مكسر الدنيا طول عمره. دلوقتي كل التجارب من بعد مانشستر يونايتد بقى الكيرف بينزل لتحت. فأعتقد إنه مدرب صغير عنده طموحات لسه إنه بيبني كارير بتاعه، بياخد تجربه هو ما كانتش على باله انه يدرب في افريقيا ويدرب اكبر نادي في افريقيا. فده بيديله طموحات اكتر، بتتجدد عنده الدوافع، بيقدر ان هو يؤدي بشكل افضل بكتير من ان انا ممكن اجيب مدرب زي مارتن يول مثلا او غيره من الاسماء الكبيره اللي لها سي في قوي في اوروبا مثلا، لكن هو ما بقاش عنده طموح اصلا ان هو يعمل حاجه، فما يقدرش يؤدي بالشكل اللي يتمناه جمهور النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي. هنا الفرق. طيب، ده شيء مهم جدا. عايز اخد ردود افعال جماهير الاهلي، نواصل كده ونشوف الاخبار ايه ورؤيتهم لافضل لاعب هذا الموسم حتى الان مع النادي الاهلي. نروح لتويتر ومحمد حسن، وده سؤال انا هسالك فيه بعد كده يعني بخصوص افضل لاعب او مين اللاعب المؤثر بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم. محمد حسن قال افضل لاعب في الموسم حتى الان مشتركه ما بين الشناوي واليو ديانج. علي السني قال معلول طبعا،
محمود قال الشناوي، جهاد شعبان قالت كابتن الشناوي، احمد فتحي، سعد عاشور قال معلول، محمود حسني قال علولو، وهمسه قالت الشناوي السليه طبعا، شاهد قالت عبد الله، شاهد عبد الله قالت معلول، واحمد صالح قال الشناوي السليه، ومحمد بيومي قال علي معلول افضل، وهو افضل لاعب في النادي الاهلي هذا الموسم. نروح لفيسبوك، ولاء قالت الشناوي معلول والسليه. ابو حسام بشكرك على كلامك الجميل. ادهم رفعت قال الشناوي معلول وديانج. يوسف بدوي قال الشناوي واحمد فتحي لما بيلعب وعم حارس طبعا، ماشي. احمد الغنيمي قال علي معلول والشناوي والسليه. علي السيد قال طبعا علي معلول وعمر السليه. رايك انت ايه يا عمر؟ انا رايي انه يعني افضل لاعب في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت هو الكابتن محمود الخطيب. يعني في انه قدر اولا يتخطى ازمات كتير جدا لكرة القدم او فريق الكورة بنجاح. زي ايه؟ في هدوء. زي ايه؟ الاهلي ما كانش فيه الهزات الفنية اللي حصلت في اخر 3 أو 4 سنين. يمكن الفترة اللي هي عند اخر بطولة افريقية حققها النادي الاهلي سنة 2013 كان سيستم الكورة واحد. سيستم الكورة اتعود عليه النادي الاهلي من فترة طويلة جدا. تمام. كان في لجنة كورة بتدير وفي مدير فني، لكن دلوقتي احنا بنتكلم ان كابتن محمود الخطيب لما استلم المهمة بعد مجلس المهندس محمود طاهر كان سيستم الكورة اتغير في النادي الاهلي، سيستم إدارة الكورة، إدارة قطاع الكورة نفسه. فإنك تعيد تنسيق الأمور مرة تانية ده مش سهل أبدا، لأنه الموضوع ده بينسحب عليه حاجات كتير في تخص تعاقدات اللاعبين، تخص فلسفة الكورة، طريقة الإدارة، كل ده اختلف. انك تعيد النصاب ده مره تانية ده ما كانش سهل، وبالتالي انا كان عندي اكتر من مرحله حصل فيها ازمات كتير وقدرت اتخطاها. مش وقت ان انا اسرد ايه هي الازمات الكتير اللي حصلت، لكن اسرد ان انا غيرت كذا مدير فني، منهم واحد هو المدير الفني لمنتخب مصر في الوقت الحالي. وبرده الحاجات دي ناس ممكن تكون بتنساها شويه، او في ناس عشان تسارع الاحداث بتنسى. في مدرب زي كارتيرون كان موجود ومشي، مدرب زي مارتن لاسارتي كان موجود ومشي، كابتن محمد يوسف تولى اكتر من مره انتقاليه. القصه دي كلها مع اعاده بناء فريق النادي الاهلي بعناصر اعتقد انه زي ما انت قريت دلوقتي الجمهور بيشهد لها بقى، يعني مثلا دخول اليو ديانج دلوقتي للعبه، وده لعيب ممكن لما الاهلي كان رايح يشتريه من مولوديه الجزائر ما كانش حد عارف هو مين اليو ديانج. يعني برضه في لما تيجي تتكلم في سوق التقييم يقول لك ليه طب ما تروح تجيب فلان اللي بيلعب في منتخب كذا ولعيب دولي ومش عارف ايه. طيب انت دلوقتي على ارض الملعب الناس بتستنى تشوف اليو ديانج عشان تطمن لخط وسط الملعب. فاعتقد ان كل دي نجاحات تقول انه الكابتن محمود الخطيب لا ادى موسم حلو مع النادي الاهلي. لو هنختار مين افضل لاعب، لكن على الصعيد الفني داخل الملعب اعتقد انه كل لعيب النادي الاهلي بيأدوا بشكل ممتاز. يعني العنصر الابرز من وجهه نظر الابرز في الموسم اللي احنا فيه دلوقتي اعتقد انه يعني في فترات علي معلول فتره طويله جدا، دلوقتي محمد الشناوي بنشوف انه السهم بتاع اداء محمد الشناوي في تصاعد مستمر. هو ده الاهم، لانه مركز حراسه المرمى شفنا ليفربول وده درس لكل انديه العالم. طبعا اليسون بيكر بيغيب الدنيا بتتقلب راسا على عقب. ادريان كاريوس بقى كله زي بعضه بالزبط. يعني الحارس الجود كواليتي ده حاجه وبقيه الحراس حاجه ثانيه. فاعتقد انه محمد الشناوي لا ده نقطه قوه للنادي الاهلي في خلال الموسم الحالي طبعا بالزبط. ويحسب له كمان يعني جزء كبير في الصعود لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا. ده امر مهم، وفي الحقيقه عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي تالقوا هذا الموسم. خليني اقول لك ان في اجتماع يوم الثلاثاء للجنه الخماسيه لمناقشه مستجدات تاجيل بطوله الدوري، وبيحطوا خطط بديله يعني ايه اللي ممكن يحصل. الاجتماع ده هيكون يوم الثلاثاء وفي مقترحات اكيد هيعرضوها خلال هذا الاجتماع. رايك ايه او ممكن ايه اللي يحصل؟ اعتقد انه اللجنه الخماسيه هتنتظر الفيفا هيقول ايه برضه. تمام. يعني في النهايه لابد ان احنا نشوف الاتحاد الدولي لكره القدم هيقول ايه عن فتره تعليق نشاط كره القدم في الدول اللي علقت النشاط ومنها دولتنا في مصر. اعتقد انه بناء على ده
هيبقى فيه اقتراحات، اقتراحات كمان في حاله استئناف النشاط بعد طبعا يعني استئناف النشاط وارد لكن في النهايه احنا مدين فتره الاسبوعين الراحه او ال 15 يوم اللي فيهم توقف للدوري عشان نشوف الدنيا رايحه لفين. اتمنى ان النشاط يستأنف ويستأنف بشكله الطبيعي الحالي طبعاً. حتى لو في غياب الجمهور يعني لو في اجراءات احترازيه. اعتقد كمان يعني من الحاجات اللي ممكن نحيي عليها اللجنه الخماسيه وجود اللجنه الطبيه وان هي تفاعلت مع موضوع كورونا فيروس بالزبط. بشكل سريع وعقدت اجتماع واصدرت توصيات. التوصيات دي اذا نفذت واذا الراي الطبي بيقول انه مفيش مشكله ان احنا نستأنف الدوري، انا من انصار ان المسابقه ما توقفش. يعني انا من انصار ان المسابقه ما توقفش ما دام مفيش خطر على صحه اي عنصر من عناصر المنظومه. وطالما انت بتلعب من غير جمهور وكده كده انت بتلعب من غير جمهور ده طبيعي. يعني مفيش تجمعات لكن في النهايه اذا مفيش خطر طبي بعد توصيه لجنه طبيه وبعد مراجعه الوضع العالمي كل شيء، لما الاقي ان الامور تسمح لي ان انا استأنف الدوري فانا من انصار ان انا استأنف الدوري. كويس. واتمنى ان ده يحصل. لكن في النهايه احنا هننتظر برضو نشوف الايام اللي جايه هتسفر عني. طيب ما في المقابل مثلا الدوري التركي بيقام حتى الان ما تمش تاجيله او ايقافه، يعني مثلا النهارده في ماتش بيشكتاش هيلعبوا مع جلاتا سراي في الدوري التركي، التشكيل اللي تم الاعلان عنه والنيندي موجود اساسي. ماتش قمه كمان يعني. ماتش قمه. بس انا الحقيقه لا اعول على تركيا قوي بصراحه يعني. ممكن بيصحوا متاخر شويه بقى. ناس في المكسيك بتلعب دوري لحد دلوقتي، الارجنتين بتلعب دوري، لكن لا يعني برضو مش دي الدول اللي تعول عليها قوي يعني بصراحه. وبعدين انا بحب امشي مع الدوله، الدوله اعلنت اجراءات احترازيه بالظبط. اقصد انه الدوله بتقدر كل المواقف، واحنا شفنا مثلا موضوع الامطار والطقس السيء كان في اجراءات احترازيه. فاعتقد انه في النهايه الوضع بالنسبه لنا نتمنى انه خلال الايام اللي جايه وقبل اجتماع يوم الثلاث كمان نكون عرفنا الرؤيه هيكون شكلها ايه والوضع القادم هيكون شكله ايه في الكره المصريه. انت مع ان لو لا قدر الله مثلا او يعني نتمنى ان الدوري يتلعب مثلا، لو تم اتخاذ القرار ب ان الدوري يكمل بشكل طبيعي في ظل عدم وجود حالات مثلا او العدد عندنا او المرض مش متفشي، هل شايف ان احنا لازم برضه نكون متوافقين مع الاتحاد الدولي ولا احنا طالما الدنيا عندنا ينفع ان الدوري يتلعب نلعب؟ هو الاتحاد الدولي هيجي يسالك هيقول لك انت تقاريرك ايه جوه؟ يعني انت كاتحاد محلي ايه الوضع عندك؟ وانت بناء على الوضع عندك بترد. فاعتقد ان في تنسيق بين كل الاجهزه في مصر ومع اتحاد الكوره ومع الاتحاد الدولي. تمام. فانا شايف انه والله لو الاجراءات بتاعتنا الاحترازيه اللي اعلنتها اللجنه الطبيه في اتحاد الكوره وهتسري على الانديه كلها لو تسمح باستئناف الدوري نستأنف. ليه؟ لانه انا مش هينفع اخسر اكتر من اللي خسرته قبل كده يا امير. صح. فيما يخص صناعه كره القدم المصريه اللي هي في الانعاش. صح. يعني هي في الانعاش. فما ينفعش ان انا يبقى عندي فرصه ان انا اكمل وما اكملش. لو في خطر ما اكملش، لكن في نفس الوقت لو عندي فرصه ان انا اكمل عشان انقذ اللي باقي من الصناعه دي. بالزبط. لانه كمان الصناعه دي كان ممكن يعني تصل الى مراحل افضل بكتير لو ما كانش في توقفات كتير في الاخر 10 سنين. لكن التوقفات دي اجبرتنا ان احنا فنيا بنرجع لورا. صح. نبتدي نعيد تاني تاهيل من اول وجديد للمستوى الفني بتاعك انت لعيبه ومنتخبات وانديه وغيره، وده واضح في نتائجنا في افريقيا. يعني لو قارنا اخر 10 سنين بال 10 سنين اللي قبلهم في افريقيا هتلاقي الاهلي مكتسح. صح. لكن بعد التوقفات الاهلي قدر عمل معجزه انه اخذ دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض في ظل التوقفات. وكان المنتخب مكتسح برضه بالظبط، والمنتخب كمان في ال 10 سنين اللي قبل كده وبعد كده صعد كاس عالم و لكن المستوى الفني مش هو لسه يعني. فاتمنى انه نستأنف النشاط اذا ده هيكون وارد باذن الله. في رايك المنتخب يتعامل ازاي مع الازمه دي؟ كان في معسكر والمعسكر اتلغى خلاص بعد قرار الاتحاد الدولي وايضا الاتحاد الافريقي لكره القدم بتاجيل الفتره القادمه. شايف الكابتن حسام بدري يعمل ايه؟ يتعامل ازاي؟ انا شايف انه ينتظر استقرار الوضع، ينتظر استقرار الوضع فيما يخص جدول ماتشاته. تمام. بناء على جدول ماتشاته اذا كان تم استئناف المسابقات بره وجوه يبتدي يجمع معسكر حتى لو قصير. لكن في النهايه هو مفيش في ايده حاجه. هل هيبقى في وقت لو مثلا النشاط رجع والدوري رجع فبالتالي هيبقى في ضغط مباريات؟ احنا مأجلين اصلا ماتش توجو تأجل بناء على قرار الاتحاد الافريقي، فهو كان هيعمل معسكر 3 ايام اصلا. في الوقت اللي احنا فيه بناء على ضغط المباريات وغيره كان معسكر 3 ايام. فاعتقد ان هو هيبقى 3 ايام برضه يعني. واعتقد ان الموضوع مش هيبان دلوقتي برضه يعني، ما اقدرش برضه نحمل كابتن حسام البدري حاجه. طبعا هو في النهايه هيشوف الجدول بتاعه السكيدجول بتاعه شكله ايه وهيشوف يقدر يعمل معسكر ولا لا، لكن اتمنى له التوفيق يعني. اكيد نتمنى له التوفيق. والكابتن شوقي غريب كمان مع المنتخب الاولمبي لو الاولمبياد اقيمت هتتوقع ايه اللي يحصل في الاولمبياد؟ لا اتوقع ان الاولمبياد لازم تتعمل. لازم تتعمل؟ لازم تتعمل.
طب اعتقد ازاي؟ انه يعني حتى الان اللجنه الاولمبيه الدوليه كل التصريحات اللي طالعه منها ان ان الاولمبياد في معادها، وان احنا ما اتكلمناش اصلا في تاجيل. يعني طب ما بالتالي عمر خطه الاعداد بالنسبه للناس اللي هتشارك في الاولمبياد هتبقى ازاي؟ كلها اعتقد متوقفه، يعني حتى معسكر المنتخب الاولمبي كان المفروض ينطلق 23 مارس 31 اتلغى. وكابتن شوقي غريب على تصريحاته بيقول ان ده هيحصل مع كل المنتخبات برضو اللي معاه متاهله للاولمبياد، بتلغي دلوقتي اي معسكرات واي دورات وديه. لكن برضو خلينا نقول ان احنا لسه شويه على اولمبياد طوكيو. لو الوضع استقر اعتقد انه اكيد الاولمبياد هتقام بشكل كامل، ما فيهاش اي كان مشكله. يعني اعتقد بس احنا مضطرين ننتظر الشهر اللي احنا فيه ده اللي لسه الامور فيه ضبابيه يعني. بعد كده اعتقد انه المؤسسات كلها الكبرى الرياضيه سواء لجنه اولمبيه دوليه، الفيفا، اتحاد اوروبي، كاف وغيره وغيره، هدفهم في الاساس انقاذ المسابقات دي وان خسائرها الاقتصاديه ما تبقاش كتير. لانه اي خسائر لو كترت هتضطر يعني تعيد بناء الهرم من اول وجديد، وده مش هيبقى سهل. طبعا. فده اللي احنا ما نتمناهوش. طيب تصريح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه النهارده من شروق، الراجل قال ان احنا مش بنوعد باستئناف الانشطه الرياضيه بعد اسبوعين. اعتقد تصريح منطقي يعني. منطقي، ما فيش حد في ايده حاجه، لان انت مش عارف انت داخل على ايه بعد اسبوعين. هل انت داخل على مرحله انحسار للمرض واستقرار، ولا داخل على لا قدر الله مرحله اسوأ؟ هي دي النقطه. فده طبيعي. لكن خلينا برضو نقول فيما يخص بقى الرياضه والنشاط الرياضي على مستوى العالم بيتعاملوا ازاي مع الموقف اصلا. مثلا يعني في الوقت زي ده الانديه بتتعامل ازاي مع لاعبيها مثلا، مع جماهيرها كمان؟ يعني طبعا معظم الانديه بما فيهم نادي ريال مدريد برشلونه عملوا برامج بدنيه. البرامج البدنيه دي كل لعيب بيعملها في بيته، ان هو وقف التمرينات خالص مثلا. بعض الانديه عملت حاجات لطيفه جدا زي باوك بطل الدوري اليوناني، جاب لعيبته النجوم الكبار في الفريق، عملوا فيديو. الفيديو يعني عملوا السلوجن بتاعه اللي هو اور هيلث از نوت ا جيم، يعني صحتنا مش لعبه. صح. فصحتنا مش لعبه دي علشان بيقولوا للجمهور انك التزم في بيتك فترة الفترة اللي فيها انتشار للمرض دي، خليك في البيت، حافظ على صحتك. رسالة توعية، هو ده كمان من الدور المجتمعي للأندية وللنجوم الكبار دول. تمام. يمكن ده بيحصل في أوروبا، أتمنى أن احنا نشوفه كمان هنا كدور مجتمعي للأندية. يعني في أكتر من حاجة الأندية هناك بتعملها كمان. أعتقد أنه عندهم نوع من الصراحة في مواجهة الأمر. يعني كل الأندية اللي عندها حالات أعلنت في أوروبا. بس البعض ما بيعلنش عن أسماء. في بعض ما بيعلنش عن أسماء. لكن لما أعلنوا عن أرتيتا مثلا، يعني خلاص في حاجات بتعلن بشفافية واضحة. فكرة وقوف الدوريات على مستوى العالم دي هي اللي صعبة فعلا زيادة عن اللزوم. يعني طبعًا. فجأة أنت ما فيش كورة على مستوى العالم دي. مفيش رياضة برضو. يعني أي تجمعات، الموضوع بقى صعب. لكن أتمنى أن والله ربنا يفرجها من عنده قريب. يا رب يا رب بإذن الله. طيب خليني أروح لخبر صدى البلد النهاردة، وبيقولوا أن في مفاوضات ما بين مصر وليفربول بخصوص مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد، يعني أن أقيمت بإذن الله. شايف الامور، هل ممكن ليفربول يوافقوا على المشاركه، خصوصا ان هما كان في تلميح بالرفض؟ يعني كان في تلميح بالرفض فعلا. واعتقد انه على ضغط بقى الجداول، لو استؤنف النشاط، استؤنف نشاط كره القدم بعد توقف اسبوعين والجدول بعد كده يبقى مضغوط، اعتقد انه يبقى صعب. لانه صعب. كمان ليفربول قبل التوقف مر بمرحله تراجع فني، وده هيخليه مش هيرحب ابدا بانه يفقد عنصر من العناصر الاساسيه. وفي نفس الوقت انا شايف انه في الحالتين وجود محمد صلاح مع منتخب مصر الاولمبي دي حاجه كويسه جدا. هينقل خبراته للعيبه اللي حواليه، ده رقم واحد. هيقوي المستوى الفني لمنتخب مصر، وهيعمل تقل للفرقه قدام كل الفرق المنافسه. لكن في نفس الوقت اللي اقدر اقوله كمان، لو محمد صلاح مكمل مع ليفربول وليفربول رفض ان هو يلعب الاولمبياد مع منتخب مصر الاولمبي، فبرضه فرصه للولاد الصغيرين ان هم يقولوا احنا موجودين. يعني حتى بدون وجود محمد صلاح احنا قادرين نأدي وقادرين نقدم حاجه، واحنا خدنا بطوله امم افريقيا وصعدنا الاولمبياد بنفس التشكيل. لكن طبيعي ان يكون في تدعيم. أكيد. يعني طبيعي ان هيكون في عناصر، ثلاث عناصر تدعم بيهم، لانه لازم تقوي فرقتك. وده حصل، احنا شفنا المنتخب مثلا في 2012 كان معاه ابو تريكه، احمد فتحي، عماد متعب، كانوا موجودين. وعلى فكره كانوا يعني المنتخب كله ادى بشكل كويس، وكان ممكن يصعد له لا يعني تفاصيل صغيره بس.
فاعتقد انه لا، يعني في الحالتين المنتخب كسبان. بخلاف صلاح، مين العناصر الثانيه اللي تستحق الانضمام للمنتخب الاولمبي؟ محمد الشناوي ده رقم واحد بالتاكيد. محمد الشناوي حتى برضو نرجع لنفس النقطه، انه لازم ينقل خبراته للحراس اللي حواليه، لانه مركز حراسه المرمى في المنتخب الاولمبي محتاج خبرات زياده تشيل. فاعتقد وجود محمد الشناوي، خلاص ما بيلعبوش اللي هم بتوع المنتخب بالظبط، يعني مش اساسيين في انديتهم، لكن اعتقد ان وجود الشناوي هيفرق معاهم فنيا في الملعب، وكمان ينقل لهم خبراته في فتره الاولمبياد. المركز الثاني بقى انا شايف انه محير شويه، محير شويه لان في ناس مش واخده بالها مثلا من المستوى الكبير جدا اللي قدمه اكرم توفيق مثلا في خط وسط منتخب مصر الاولمبي في البطوله، ويقول لك ناخد طارق حامد. هو طارق حامد لعيب كبير وكويس طبعا، لعيب جامد، لكن ولعيب في منتخب مصر الاول، لكن في النهايه يعني هيلعب واكرم يلعب جنبه وبعدين؟ انا بالنسبه لي شايف انه لا، انا ادي فرصه بالذات للعيبه اللي ادت طول البطوله. يعني شوف المراكز اللي انا محتاج فيها تدعيم ودعم. المركز اللي انا محتاج فيه تدعيم هو خط الدفاع اللي محدش اتكلم عنه. ممكن ناس طرحت اسم احمد حجازي شويه، لكن اعتقد انه حجازي يعني اصيب قريب، اتمنى انه يكون رجع. هو المفروض كان هينضم للمنتخب بالظبط، وحجازي قدم مستوى كويس السنه دي رغم قله المشاركات شويه، لكن قدم شكل كويس مع ويست برومتش البيون. كمان في نقطه ممكن الناس تكون ما بتبقاش واخده بالها منها قوي، انه يقول لك هو حجازي غايب من اول الموسم. الموسم في الدوري الشامبيون شيب طويل جدا جدا جدا, جداً، وفي 24 فريق صح، ويعني اي اتخن مدرب في العالم زي ما بنقول باللغه الدارجه بقى هيستخدم كل السكواد بتاعه في الشامبيون شيب. يمكن انا اشتغلت شامبيون شيب ده في سنتين مع هول سيتي. لا، تستخدم السكواد بالكامل، لانه بتيجي وقت عليك، بتيجي وقت عليك في لعيبه لازم تريح. لازم انت بتلعب 24 فريق وبتلعب تقريبا ماتشين في الاسبوع بالظبط، ماتشين في الاسبوع بشكل متواصل. فيعني من اصعب الدوريات اللي ممكن تشوفها في المنافسه الفنيه. وويست برومتش البيون مقدم مستوى كويس، وحجازي بدا ياخد فرصه، وهم اقرب للصعود اذا اكتمل الموسم. هو اللي عطل الحجازي بس موضوع الاصابه اللي مع بدايه الاصابه اللي جت، الاصابه اللي كانت في بدايه الموسم، لانه كان عمل عمليه بعد انتهاء الموسم وطولت معاه شويه، وبتغير المدرب سلافن بيلتش بقى موجود. وسلافن بيلتش مدرب رخم شويه، فبرضه ما اداش حجازي بدري، استنى عليه شويه. ولما حصلت بعض الاصابات وبدا ينزل حجازي الملعب اثبت كفاءه برضه، وفي ماتشات خدها اساسي صح. اعتقد انه حجازي قدم مستوى كويس، فحجازي ممكن يكون من الاوراق المطروحه لمنتخب مصر الاولمبي ان هو يكون موجود في تدعيم خط الدفاع مع وجود الشناوي، ولو هيكون صلاح موجود. طيب يعني نتمنى كل التوفيق لكل لاعيبه المنتخب المصري سواء الاول او الاولمبي، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، لكن ما فيش اي ارتباطات، لكن لغايه لما تبقى في ارتباطات باذن الله الامور تمشي بشكل جيد، واكيد نتمنى السلامه للجميع ولكل المصريين، اكيد ده امر مهم جدا. يا عمر انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. نورك يا امير، وبشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز النهارده الاستاذ عمر البنوبي. بكره حلقه جديده من كلام في النادي، استنونا، الى اللقاء.